billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy taqillaha wa la tuti'il kafirin wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna allaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik inna allaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumullai tudhahiruna minhun tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyyakum abna'akum ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
والله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها
Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idh ja'ukum فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.